السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الدوبلر اوف دياليسيس فيستولا دلوقتي مع الجزء السادس. نذكركم ان 4 اجزاء الاولى في البري دياليسيس اسسمنت، الجزء الخامس والسادس بيتعلق بالبوست دياليسيس اسسمنت. في الخامس اتكلمنا على السونوجرافيك اسسمنت بتاع الماتيوريتي من اول الفهم بتاع الهيمودينامكس والماشين سيتنجز، بعد كده البروتوكول بتاعنا 1 2 3 اللي هو انستوموزيس ان فلو اوت فلو والملخص اللي وصلنا للرول اوف سيس. بعد كده الجزء المكمل للبوست داليس اسسمنت هو الفلو فوليوم ميجرمنت. لما نتكلم على الفلو فوليوم لازم نجاوب 3 اسئله: اقيس فين، امتى، وازاي. فهمت الـ3 اسئله دول او جاوبتهم هعرف اقيس بمنتهى الدقه ايا كانت بقى الظروف اللي قدام. نبدأ بظرف زي ده كده فين بتاع ايفي فيستولا قديمة، المفروض بعد كام شهر ولا حاجة بتبدأ او بعد كام اسبوع حتى بيبدأ يضيليت ويبقى كده. طيب بعد كام شهر كده، ده بعد كام سنة ممكن يوصل للمرحلة دي انيوريزمال دايلاتيشن. طالما بقى نون يونيفورم كاليبر ما ينفعش اقيس فيه. نفس الكلام هينطبق على الايفي جرافت، لو هي يونيفورم كاليبر هقيس عادي، لكن هنا بدأ يحصل سودو انيوريزم فورميشن عند البانكشر سايت. ده هنا بقى انيوريزم فورميشن، ان دي كانت 4 مللي، بعد كده السيجمنت اللي بعديها اكتر من 8 مللي، يعني دوبليكيشن. لو حصل دوبليكيشن للديامتر او انكريز ديامتر اكتر من 15 مللي انا بتكلم في انيوريزم فورميشن. سواء سودو انيوريزم او انيوريزم نون يونيفورم كاليبر ما بقتش تنفع للقياس. يبقى انا عندي 3 اماكن للقياس، ناخدهم واحده واحده. هل ينفع اقيس في الدريننج فين؟ ينفع اقيس في الدريننج فين ايرلي، في اول كام اسبوع، اول كام شهر من الدياليسيس اوبريشن اقدر اقيس فيه. طب القياس بتاعه دقيق ولا لا؟ دقيق جدا. انا كل الفلو اللي راجع في الفين هو اكشوالي معدي في الفيستولا. يبقى انا لو قلت له الفلو فوليوم 900 مللي بير مينيت، هنا مثلا 875، انا هفترض 900، يبقى بالفعل ال 900 اللي انا قايسهم بالقواعد اللي هتكلم عليها كمان شويه كلهم معديين، يبقى القياس ده اكوريت. امتى استخدم قياس الفين؟ لما يبقى يونيفورم كاليبر زي ايرلي ان بوست دياليسيس ستيت. تمام، ايا كان بقى الرقم بتاعنا، هو يفضل يعني في اول 10 سنتي اللي هو ايه، لسه ما فيش اي تريبيوتريز ولا حاجه خارجه منه، خلاص الكلام جميل. طيب يبقى ينفع اقيس في البين ايرلي. طيب الجرافت نفس الشيء، طول ما الجرافت هي يونيفورم كاليبر هقدر اقيس فيها. الجرافت كل الفلو اللي معدي في الجرافت هو اكشولي كانه معدي في الداليس اكسس، كلام جميل، يعني اكوريت ميثود، اكوريت ميثود. طب هنا قايس مثلا 1100 وشويه، يعني نقول 1100 ملي بير مينت، اكوريت يس اكوريت، يبقى قياس الفين اكوريت، قياس الجرافت اكوريت، لكن الشرط بتاعهم لازم يكونوا يونيفورم كاليبر. طيب بالنسبه للفيدنج ارتري ينفع اقيس فيه؟ ده هو ده الستاندرد ميثود. ليه؟ لان الفين مع الوقت نون يونيفورم كاليبر، هيحصل فيه انيوريزمات وسودو انيوريزمات، الجرافت مع الوقت هيحصل فيها برضو انيوريزمات وسودو انيوريزمات وهكذا، وبالتالي نون يونيفورم كاليبر. يبقى مين اللي هيفضل بشكل كبير جدا يونيفورم كاليبر؟ الارتري. فالستاندرد بتاعنا ان انا اقيس في الفيدنج ارتري اللي هو اسمه انفلو. هنا مثلا القياس كام؟ 1390، هنفترض انها 1400، يا نهار ابيض ده معدي ال 1200. لا لحظه واحده، ده سيمي اكوريت مش اكوريت. ليه؟ لان الفلو هنا وليكن 100% رايح منهم 75% للفيستولا و25% هاي سبلاي الديستال فاسكولار بيد، يبقى مش كل الفلو اللي انا هقيسه هنا رايح للفيستولا بتاعتي، 75% منهم. علشان كده لو انا في التقرير بتاعي وقست في الدريننج بين كما في الايرلي بوست دياليس ستيت بكتب الفلو فوليوم بيساوي كذا، لو في الجرافت بكتب الفلو فوليوم بيساوي كذا، لكن في الارتري فلو فوليوم ات ذا ارتري ات ذا فيدنج ارتري او الانفلو ارتري بيساوي كذا، وابقى عامل كورليشن مع الكلينيشن عشان ما يبقاش راجل صغير مش عارف المعلومه دي، اقول له دايما ان 75% من الارتيريال فلو جوز تو ذا فيستولا، وبالتالي
انا من ال 1400 دول فقط 1000 مثلا و50 هم اللي رايحين، يعني اقل من 1200 يبقى ستيل نورمال. يبقى لما تقيس في ارتري اكتب ان انت قايس في ارتري. رايح لكلينيشن انت عارفه، خلاص اوكي ولا جود. لو مش رايح لكلينيشن انت عارفه، حط ان بي في اخر التقرير بتاعك، ان 75% بس هو اللي هيروحه. تمام اوكي، علشان ما يفترضش ان ده هاي فوليوم فيستولا، وبالتالي ممكن يعني العين يدخل في هارت فيلير ويدخله في قصص وده يلم مفيش داعي منها. تمام، يبقى عندنا قواعد القياس الثلاث اسئله وير وين هاو. اول حاجه فيهم وير، نقيس الستاندرد بتاعنا في الفيدنج ارتري لانه يونيفورم كاليبر. تمام، ممكن نقيس في الفين لو كان يونيفورم كاليبر كما في الايرلي بوست دايليس ستيت، لكن بعد كده ده كده نون يونيفورم ما ينفعش. طيب الجرافت غالبا بتفضل يونيفورم فتره طويله، فنقدر نقيس الونج الجرافت بالكامل. الجرافت قياسها اكوريت والفين قياسه اكوريت. تمام، لكن الستاندرد هو الارتري، يبقى اي وقت انت عايز تقيس قيس في الارتري، بس اكتب القياس بتاعك كام. طب هنا مثلا قياس الارتري 1700 كبيره، ايا كان بقى انت هتعمل 75% ولا لا، كده كده دي كده هاي فلو فوليوم فيستولا. تمام اوكي، يبقى ده السؤال الاول. السؤال الثاني، الراجل ده زعلان ليه؟ ما تقسي في الدياليسيس دي. انت هتلاقي العيان خارج مثلا من الجلسة والدكتور بيقول له اعمل دوبلر، فيجي لك، هيجي لك بسندروم هاي بوتنشال فينومينا بتحصل بعد الدياليسيس، هيجي لك ونص الايد ولا نص الدراع عليها دريسنجز، مش هتعرف. يبقى التايمنج نون دياليسيس دي. انا عارف ان الموضوع صعب، ان العينين دول ربنا يعينهم 3 ايام في الاسبوع بيغسلوا، كل يوم 4-5 ساعات الجلسة، وقبلها ساعتين قاعد، وعايز يقعد، يعني مش عايز يقعد، يجي يوم رابع. لكن الصح صح، عايز تقيس قياسات accurate non dialysis day، لان انت مش مجرد بتقيسه بس، انت بتاكزامن فيستولا بالكامل. يبقى مش عايز بقى دريسنج على نصها والنص التاني والفحص يطلع defective. non dialysis day ده التايمنج بتاعنا. هاو ده السؤال الثالث، وده اللي فيه التريكات كلها، يا رب اقدر اوصلها لكم كويس. في تو بارامترز لازم نجيبهم، الاولاني انا بقدر اقيسه بدقه، والتاني الجهاز هو اللي بيقيسه، لكن انا اللي هظبط القياس بتاعه. دايامتر فيلوستي، الاثنين دول هحطهم في المعادله هيطلع لي الفلو فوليوم. ناخد واحد واحد. الدايامتر، الديامتر علشان نستخدمه في المعادله، لو الجهاز ما فيهوش قياس الفلو فوليوم او انا ما عرفتش اطلعه، يبقى لازم نستخدمه بالسنتي. يعني ايه بالسنتي؟ يعني هنا مثلا 5 مللي، لا نقول عليها 0.5 مش 5، يبقى نستخدمها بالسنتي مش بالملي، دي لازم. طيب نقيس في ال LS ولا في تي اس؟ في ال LS. نقيس انر تو انر، نقيس بيربنديكولار على الوول. اهم حاجه بقى في نفس البلين بتاع الفيلوسيتي ميجرمنت. يعني ايه؟ انا مثلا ده عندي سامبل فوليوم وده عندي سامبل، يبقى انا قايس الفيلوسيتي هنا. تمام، يبقى احط القياس بتاع الديامتر في نفس البلين ده بالظبط. ال اس انر تو انر بيربنديكولار، يبقى دي قواعد الديامتر. تمام، ايه الاخبار هنا؟ الراجل ده هنا يستظرف ويقول لك انا هقيسه كروس سيكشنال. ايش معنى المعادله نفسها بتاعه الكالكوليشن بتاع الفلو فوليوم بتقول لك انا لازم اقيس الكروس سيكشنال اريا، فهو هنا حط كروس سيكشن. في حاجه اسمها كروس سيكشن وانا ال اس؟ طبعا ما ينفعش، دي غلطه اولانيه. الغلطه الثانيه ان مش في نفس المكان بتاع البلوست ميشرمنت، لان هنا ديفرنت كاليبر عن هنا، يبقى دي اخطاء ما نقعش فيها. نقيس دايامتر وليس كروس سيكشنال اريا، ونقيس في نفس البلين بتاع الفيلوستي ميجرمنت. دي بالنسبه للدايامتر، ده البارامتر الاولاني. البارامتر الثاني في شويه تريكات اكتر. الفيلوستي القاعده اللي ما تتكسرش ما تتكسرش، لازم 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 نقيس تايم افريج مين فيلوستي، تايم افريج اوف ذا مين، تي اي مين، تايم افريج اوف ذا مين، مش التايم افريج اوف ذا ماكسيمم، مش البيك سيستوليك فيلوسيتي. في قاعده كده يقول لك ايه، ودي غلط 100%، انا هجيب متوسط السرعات. يعني ايه متوسط السرعات؟ يعني اجيب 3 بيك سيستوليك
واقوم جايب المتوسط بتاعها. غلط غلط غلط. في ناس بقى ما تعرفش ان التايم افريج اوف ذا مين مختلف عن التايم افريج اوف ذا ماكسيمم، فهتلاقيه يقول لك التايم افريج اوف ذا ماكسيمم. غلط غلط غلط. تعال ناخد الارقام ونعرف الغلط جاي منين. احنا عندنا عايزين متوسط السرعات عشان اجيب الفلو فوليوم، يعني متوسط السرعات العاليه والسرعات القليله. وبالتالي لو انا جبت الثلاثه بيك سيستوليك وجبت المتوسط بتاعهم، انا جايب متوسط الاعلى اللي هو مثلا هنا 257. غلط طبعا، ما ينفعش. طيب لو جبت التايم افريج اوف ذا ماكسيمم ده تحت البيك سيستوليك على طول مثلا، ده هيبقى ايه؟ 195، برضه رقم عالي جدا. طب لو جبت الاند دايستوليك 148، انا عايز اجيب المتوسط. شوفوا يا جماعه المتوسط كام؟ 109. يا نهار ابيض، لا ده الرقم الصح. جاي متوسط اعلى حاجه واقل حاجه، وبالتالي هتلاقيه تحت الدايستول. التايم افريج اوف ذا مين اقل من الدايستول. علشان كده كل القياسات دي لو استخدمها لو استخدمتها في المعادله غلط، هتطلع لي ارقام عاليه جدا. الفلو فوليوم هيطلع مثلا 2000 ولا حاجه، وهو اكشوالي 1000 ملي بير مينيت. فلازم لازم لازم تايم افريج اوف ذا مين فقط. طب لو مش موجوده في الجهاز، العب في السيتنج لغايه لما تجيها. يبقى ده القياس الوحيد المستخدم، تايم افريج اوف ذا مين. تمام، دي النقطه الاولانيه. طب علشان اطلع تايم افريج اوف ذا مين انا اللي عارف اطلعه؟ لا، الجهاز. يبقى لازم نعمل اوتو تريس، لازم اخد اوبشن اوتو تريس. هتلاقي يقول لك لازم 3 ويف فورم، لا 2 3 10 مش فارقه معايا. يبقى ما نستخدمش المانيوال، ما احطش انا بوينت هنا وبوينت هنا واقول لك انا دلوقتي ده الاعلى سرعه وده مثلا ده استول، يبقى المتوسط كذا. مفيش حاجه اسمها كده، المتوسط الجهاز هو اللي هيجيبه. يبقى اوتو تريس، مش انت اللي تخترع وتجيبه. تمام، طيب دي نقطه. السامبل فوليوم، السامبل فوليوم انا شرحتها في المحاضره رقم 5 اللي هي اللي فاتت. يعني صغير ولا كبير؟ كبير. ليه؟ انا عايز السرعات القليله اللي جنب الوول والسرعات العاليه اللي في نص الوول واجيب المتوسط بتاعهم، وبالتالي هتلاقي كل ده ابيض، سرعات قليله قريب من البيز لاين، سرعات عاليه عند البيك ستوريك فيلوسيتي، وبالتالي الجهاز هيجيب لي المتوسط. يبقى لازم عشان اجيب كل السرعات سامبل فوليوم فروم وول تو وول او ايفن بره الوول كمان. تمام، لكن لو جبنا سامبل فوليوم صغير، لا انا جايب كده السرعات العاليه فقط، ما ينفعش. امتى نستخدم السامبل فوليوم صغير؟ لو انا بجيب سرعه عايز اعمل جريد لستينوزس، لكن السامبل فوليوم الوايد علشان نقيس الفوليوم. طالما هنا بنقيس فلو فوليوم يبقى وايد سامبل فوليوم. زي هنا مثلا قايس تقريبا 8 مللي، متخيلين؟ يعني تقريبا اللي هو اكبر حتى من الدايمتر بتاع البيسل وول نفسه. لكن هنا بتاع الصغنطر خالص ده مللي ونص، احنا بنتكلم ايه؟ مللي ونص. فحاجه صغيره جدا جدا جدا. تمام، فلذلك لازم السامبل فوليوم يكون كبير كبير فروم وول تو وول وليس صغير. اوكي، طبعا الانجل كوريكشن لازم تكون 60 او اقل علشان تطلع اكوريت ميجرمنتس، وبالتالي المعادله تبني صح. يبقى دي قواعد ما نكسرهاش. يبقى ايه الاخبار هنا؟ سمول سامبل فوليوم ما ينفعش للفلو فوليوم ميجر، ينفع للبيك سيستوليك فيلوستي ميجر، لكن كفلو فوليوم ما ينفعش. طيب كبرنا شويه برضو ما ينفعش، فروم وول تو وول او بره الوول لازم يبقى فيري وايد. تمام، طيب القاعده بقى اللي هي ناخد ثلاث قياسات وخلاص، لا انسى الكلام ده. هي مش اكشوالي مش ثلاث قياسات سرعه، ثلاث قياسات فوليوم. يعني اخد الفوليوم مثلا في الارتري، اخد الفوليوم في الفين، وابدا اشوف الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين اقل من 30% خلاص زي الفل. ممكن اخده عند بعد الانستوميس وشويه، ممكن اخده في البروكسيمال فين واشوف قياسات الفوليوم. لو الكلينيشن مثلا بيقول لي الفيستولا مش شغاله حلو، اشوف مثلا عند الارتيريال والفينس والبروكسيمال فين، لان لو شفت عند البروكسيمال فينس ولقيتها بدات تقل جامد، لا ده في كده ايه، حاجه زي بريشر جريدينت، ده ممكن داخل على سنترال فين اوكلوجن. فلو انت عندك مشكله في القياسات او الكلينيشن حاسس انها فيها مشكله، ممكن نجيب قياسات فوليوم كتيره وناخد بقى ايه المتوسط بتاعها، مش قياسات سرعه وناخد المتوسط بتاعها. تمام،
طيب يبقى كده ظبطنا الديامتر، ظبطنا الفيلوستي، تمام. نخش بقى على المعادلة، ازاي نحسب الفلو فوليوم؟ اسهل طريقة على الاطلاق، سيب الجهاز يحسبها، الماشين لازم يكون فيها الاوبشن وهي بتحسب. يبقى انت بتحدد الديامتر وبتقول له قيس، وتقيس السرعة عند نفس المكان بتاع الديامتر وخلاص، والماشين هيحسبها على طول. ده اسهل طريقة على الاطلاق، ودي موجودة في 90% من الاجهزة بتاعتنا. طيب ال 10% المتبقية، أو أنا مش عارف أجيب أصلا الأوبشن ده من على الجهاز، هعمل إيه؟ هتجيب الديامتر لوحده وتجيب الفيلوستي لوحديها اللي هي المين تايم افريج اوف ذا مين، وتحطها في المعادلة بتاع مستر أينشتاين دي. كروس سكشنال الفوليوم أجيبه إزاي؟ اللي هو الملي بير مينت كروس سكشنال أريا في التايم افريج اوف ذا مين في 60. طب الكروس سكشنال أريا نفسها احنا بنقيس كروس سكشن، احنا بنقيس ديامتر، هيبقى طه ناق تربيع على 4، ومش عارف الطه متوسط الفيزياء اللي هو 22 على 7، يعني تقريبا 1 3 14، رقم كده صعب جدا، بس دي المعادله اللي اكتشفت ان ايه الزملاء شغالين بيها. فانا عملتها بفضل الله طريقه عمليه سهله. تعمل ايه؟ ديامتر في ديامتر اللي هو اكشوال برضه التربيع في تايم افريج اوف ذا مين في 47. هقول لكم ال 47 دي جت منين بعد شويه. وبالتالي لو هو 5 من 10 في 5 من 10 يعني نضربها في نفسها في سرعه مثلا متوسط 70، خلصت. فالموضوع هيبقى بسيط جدا، مش محتاج الكلكعه دي كلها. دي كده الطريقه بتاعتي المفضله اللي ربنا الهمني بيها، كلمه السر 47، تمام. طيب يعني مثال، ايه الاخبار هنا؟ انا هنا قست الديامتر اللي طلع مثلا ايه 73 من 100، ما لازم نحط ايه اللي هي الكسر. وقسنا ادي السامبل فوليوم الكبير عند نفس المكان، متوسط السرعه هي 70 سنتي بير سكند، الجهاز حسبها لوحده الفلو فوليوم 1790 which is high يعني بالنسبه للحاله دي، تمام. ما خدناش البيك ستوليك، ما خدناش الاند ديستوليك، ما خدناش، دي غلطه مشهوره، لان في بعض الاجهزه ما بيبقاش التايم افريج اوف ذا مين موجود لكن الماكسيمم موجود. تخيلوا الفيستول هتبقى متقاسه غلط غلط غلط، تمام. تايم افريج اوف ذا مين لازم هو اللي يبقى موجود، تمام. طيب لو الجهاز مش عارف يحسبها لي مفيش مشكله، اضرب ده في نفسه اللي هو ديامتر في ديامتر في التايم افريج اوف ذا مين في 47، هيطلع لك قياس بالنسبة للرقم ده دقيق بنسبة 99%. يبقى تاني، how to measure the flow volume in milliliter per minute the cross sectional area، أنا بفسر دلوقتي المعادلة، في المين velocity time average of the mean اللي هو سنتيمتر بير سكند في 60، الكروس سكشنال اريا ده ناقة تربيع، أنا معرفش انطقها بالإنجليزي، على 4، الثابت الفيزياء 22 على 7 اللي هو كام؟ 3.14 من 100، كلام جميل. تعال نحطهم بعد كده ايه في معادلة ولا اتنين عشان نعرف. ادي مثال واقعي، ده جهاز عند زمايلي كان في مستشفى الزيتون، دكتور محمد عفيفي ودكتور احمد عيد ربنا يكرمهم جزاهم الله خيرا، استضافوني فترة كويسة جدا وجابوا لي حالات فيستولا كتير ربنا يكرمهم. دي احد الحالات، مش عارفين نجيب الاوبشن بتاع الفلو فوليوم من على الجهاز، مفيش اي مشكله. انا عملت ايه؟ الاوتو تريس. حلو، الاوتو تريس ده بدايته ده نهايته، جاب لي السرعات، ادي متوسط السرعه، حلو، تايم افريج اوف ذا مين، انا مش دعوه بقى بالماكسيمم ولا مينيمم ولا كلام من، لان حتى المينيمم اللي هي اند دايستو عاليه، وبالتالي انا ليا تايم افريج اوف ذا مين 65، والديامتر كان في الحته دي حوالي 5 من 10، تمام، مش هنقولها بالملي هنقولها بالسنتي، اضرب ال 5 من 10 في ال 5 من 10 في 65 هيطلع مثلا حوالي 1100 ولا حاجه، وات ايفر يعني الرقم، بنضربهم طبعا في 47 هيطلع مثلا 1000. دي اكوريت بنسبه 99%، دقه عاليه جدا. انا مش محتاج حتى بقول لكم الاوبشن ده انه يبقى موجود، انا ممكن اجيب طالما عرفت اعمل الاوتو تريس والتايم افري اوف ذا مين موجود، خلاص المعادله هتيجي معايا. واحده واحده كده في الحاله دي، تعال نشوف ده التايم افريج اوف ذا مين وده الديامتر، الفلو فوليوم بيساوي ايه من المعادله؟ كروس سكشنال اريا في المين فيلوستي في 60، كروس سكشنال اريا اللي هي عباره عن ايه؟ طه ناقة تربيع، ادي الطه اللي هي 3.14 من 100
ونبض التربيع اللي هي الديامتر ضربته في نفسه. في 60 على 4 هيطلع 773. عشان نوصل للرقم ده بعيد عن الكلكعه الرهيبه دي، الديامتر في ديامتر في متوسط السرعه في 47، هتطلع نفس الريزلت. بدل ما انا اقعد احسب حساب رهيب كده، يعني انا عايز اعرف ايه الديامتر ومتوسط السرعه، خلصت 47 دي في بالي وخلاص على كده. هي 47 دي جت منين؟ 47 دي انا جبت الارقام الثابته في المعادله اللي هو ايه؟ متوسط الفيزياء 3.14% اللي هي كانت 22 على 7، وال 60 ايه ال 60 دي؟ عشان احولها بير مينت، لانها دايما السرعه ايه؟ بير سكند، انا عايز احولها بير مينت، تمام؟ على 4. طلعتي 47 و1 من 10. يا سيدي مش مشكله الواحد من 10، خليها 47 وخلاص على كده. يبقى ديامتر في ديامتر في متوسط السرعه في 47. ال 47 كلمه السر للناس اللي متواضعين زي حالاتي اللي الماشينز ما فيهاش الفلو فوليوم. يبقى قواعد قياس الفلو فوليوم، الديامتر بيتقاس بالسنتيمتر نوت بالملي، بنقيسه ال اس، بنقيسه انر تو انر، بنقيسه بيربنديكولار وول، اهم حاجه في نفس البلين بتاع قياس السرعه، في نفس البلين نفس المكان. طيب قواعد السرعه تستخدم ايه؟ تايم افريج اوف ذا مين اونلي، تايم افريج اوف ذا مين اونلي، تايم افريج اوف ذا مين اونلي. ما تستخدمش البيك سيستوليك وتبقى انت الدكتور الناصح اللي هي الثلاث سرعات والمتوسط، ده انا عارف ان بعضكم كان بيعمله غلط غلط غلط. طب بعضكم كان عارف الكلمه دي بس بيغلط ويستخدم تايم افريج اوف ذا ماكسيمم، غلط. لازم نعمل اوتو تريس مش مانيوال، تمام؟ لازم السامبل فوليوم فيري وايد اللي هي الجيت سايز من الوول للوول او ايفن حتى بره الوول، تمام؟ نستبعد طبعا، نبعد عن السمول سامبل فوليوم لان انا ما بستخدمش دلوقتي السرعه عشان الاستينوس ولا حاجه، والانجل كوريكشن تبقى اقل من 60. وتذكروا ان في ثلاث طرق لقياس الايكويشن، احسن حاجه ان الجهاز يقيسها بنفسه. بلاش طبعا طريقه اينشتاين دي ان انا اقعد بقى اتصل بزميلي هي المعادله كانت كام واقعد احفظها على الموبايل، لا لا. ديامتر في ديامتر في متوسط السرعه في 47، تمام؟ اوكي. هو النورمال كام يا دكتور؟ النورمال قاعده الستات اكتر من 600 مليلتر بير مينت، بعد التكست اكتر من 500 كويس، تمام؟ لغايه 1200 اكسبتد، بعض الكتب ماشيه لغايه 1400. طب لو اكتر من كده دي هاي فلو فوليوم فيستولا، ممكن تدخل في هارت فيلير، تمام؟ لو لقيت الفوليوم بتاعها عالي كده في حاجه تانية مدخله عليها، ده شكل الديستال ارتري مسروق منه ومدخل على الفيستولا. فلما تلاقي هاي فوليوم فيستولا لو سمحت ارجع وشيك هل في ارتيريال ستيل ولا لا، اللي هنتكلم عنها في الكومبليكيشنز. وهنا عندنا مثلا ثلاث امثله، ادي كده قايس في البين طلع 900 اكوريت، ايوه اكوريت وزي الفل. طب قايس في الارتري وطلع مثلا 1400 اكوريت، لا ده سيمي اكوريت، ولازم نكتب في التقرير ان انا قايس في الارتري ل 75% هيروح للفيستولا، يعني 75% من الرقم ده تطلع مثلا 1150 ولا 1050 عفوا. اوكي. لكن هنا مثلا القياس 1700 1800 سواء ارتري ولا بين، ده فيري هاي، غالبا معاه ارتيريال ستيل، وده لازم يعني يعملوا له مانجمنت اب تو ان ممكن يقفلوا الفيستولا ويعملوا اكسس تاني عشان العيان ما يدخلش فيه هارت فيلير. قاعدة الستات، البارامترز بتاعت الـ AV Fistula Maturity، ده ملخص المحاضرة الخامسة والسادسة. إيه هم الستات دول؟ إن الديامتر بتاع الفين، الدرينينج فين، يبقى 6 مللي أو أكتر، الدبث من السكين أقل من 6 مللي، إن مفيش أي سايد برانشز. أستاذنا الدكتور أحمد أبو الفتوح كان قال إيه؟ 6 و6، تمام؟ المفروض يعني من 8 لغايه 10 سم، بس ممكن تعملوها 12 سم ولا حاجه علشان نطبق القاعده دي. الفوليوم بتاعنا اكتر من 600، بس في البراكتس لو اكتر من 500 اكسبتد هيشتغل كويس. والماتيوريشن بيريود انت بتتكلم اراوند 6 ويكس. يلا بالتوفيق ان شاء الله، ونلقاكم في الجزء السابع اللي هو الكومبليكيشنز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.